Hi guys, welcome back to my channel. So اليوم عم صور لكم فيديو رح يكون ريفيو. I'm so excited. Finally, I got my hands on this collaboration, Ofra and Nikkie Tutorials one. I love Nikkie Tutorials. I was able to order this one. نزلوا ببوتيكات. It's an application هون بالكويت موجود. تقدر تستخدموه لكل دول الخليج. بيوصل على كل دول الخليج. إذا حبيت تطلبوها رح تكون موجودة بس limited edition. I'm super excited to try this on. And رح يكون لسه بعد ما فتحت العلبة. So حتكون مو بس review كمان first impression. شو كمان بس والله سو اذا حبيتوا هيدا الفيديو حبيتوا كل الفيديوز التانيين ما تنسوا تعملوا سبسكرايب كومنت وشير ووهو ما تتخيل اول ما عرفت ان لسه بوتيكات I was like buy purchase وجابوا لي اياها ب 2-3 days so they're very nice I love the service هيدي هي من جوا العلبه هيدا it's a highlighter it's a wheel highlighter في ثلاث ألوان وهدول three liquid lipstick three shades بس رح أعمل swipe واو طلعوا and oops I'm gonna Yes, girl. بعشق شيء اسمه هايلايتر يا جماعة. إن شاء الله لو الساعة 7 الصبح رايحة دوامي لازم يكون الهايلايتر ضارب. So this طلع على الكاميرا. Like أنا عم شوفه هون على المونيتور. Like شيء بيعقد ما بعرف أنتم كيف مبين عندكم. Wow. I'm gonna use my highlighter brush and this is 168 من MAC, the one I always use. I'm gonna swirl. هيك واحد اثنين supposedly كتير قوي فما رح كتر and let's see Seriously? لحظة شوفها بالمراية قريبة. Because I just see myself in the monitor. So, yeah. Wow. Oh my gosh. Seriously? This is a true moment of satisfaction. So, hello, I'm gonna try the lipstick. رح أجرب أول واحد هو it's a nude potion. It smells like caramel chocolate cake. Okay. Yes, I look like I'm a dead person. كتير فاتح. كتير فاتح يعني. بقدر استخدمه فوق لون حمرة يعني بقدر استخدمه لفتح لون حمرة بس أبداً أبداً ما رح أقدر ألبسه لحاله I'm not gonna wear it on its own بس كتكستشر التكستشر is really 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 nice very creamy بالنسبة للحمرة I think it's too light for me unless I have like super dramatic smoky eyes black lashes then I would wear it on its own but
I wouldn't wear it on its own لحاله. التكستشر طبعا ريحته كثير حلوة. التكستشر is very nice. It glides and like really smooth. بيغطي كل شيء. It's very opaque, full coverage. يعني ما في هيك مثل إنه أشياء مش مغطاية بالشفة أو لون بالشفة مبين أو شيء. It's really nice. ما بتلزق مع بعضها. كثير مريحة مع إنها هاي it's a long lasting one. بس كثير مريحة على الشفة. My only thing, it's this new shade wouldn't be my shade. إذا حدا لونه أفتح مني يعني أكيد هاي رح تروح على جرور أختي لأنه أكيد أختي رح تستخدمها لأنه it would fit her. أختي أفتح مني. So for me, the shade is a no. بس quality amazing. It's already top. Now it's time to try this one. كثير متحمسة إنه أجرب هذا اللون اسمه Pearl. And ما عندي الكولكشن تبعتي لون orange, metallic. And I'm really excited that I want to try it on. لقيت my new favorite lipstick for this summer. الحلو انه it's metallic بضوي بس ما في glitter. يعني هو نوعيته metallic بس ما في هدول الحبوب الجلتر بيكونوا موجودين بالليبستكس. So it's very nice, it's very comfy. بس اتوقع بسبب اللون مو مثل منه opaque كثير مثل ال النيوت بوشن. يعني لازم اعيد عليه كذا مره لحتى يصير كله فول كفر. بس غير هيك اللون بيعقد ريحته بتعقد كيف هو كومفي على الشفايف بيعقد لايك حتى هلا عم بنشف. اتس ماي فيفورت. ما بدي اعمل سواتش للثاني. اخر واحد هو هيدا اسمه كوفن. Try it. Actually, I love this one as well. هذا كمان كثير حبيته. So نفس هيدا دغري ببين على الشفة ما مضطر ارجع عيد عليه. It's very comfortable when I'm wearing it. اللون غريب, لون حلو, لون لابق لمكياجي اليوم. يعني لابق مع مكياجي مع شعراتي. It's very nice. I love it, I love it. Let me give you my final thoughts. حبيت كل شيء كان موجود بالكولكشن. حبيت كثير, طبعا مش حبيت, عشقت الهايلايتر. It's really 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 nice. يعني ما كل شوي عم بطلع بس هيك بالمونيتور, عم بطلع بالكاميرا بس لارجع اطلع عليه واتاكد قديش هو كثير حلو قديش هو قوي. كل الحمر حبيتهم 3 تون كفورمولا. بس للاسف هذا اللون مو لايك ماي لايك ما بيناسبني, ما بيناسب لون بشرتي, ما بيناسب ماي اندرتون. سو ذس وان بس كان عيبه انه لونه مو مناسب لإلي. بس هدول الاثنين شيء خطير. يعني هذا ينلبس الصبح مع ماسكارا بعد التان وبعد الهايلايت وينحط على الشفايف رائع. وهذا خرج سهرة بالليل حتى لو ما بتكون تحطوا مكياج كتير قوي بس ايلاينر ماسكارا والحمرة بطلع بيعقد. So I'm really 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 happy بالكولكشن. And صراحة ما كان عندي شك ان الكولكشن رح تكون مو حلوة. يعني اصلا انا شفت كتير ريفيوز عنها. بلس I really trust Nikkie Tutorials when she says something. ف دغري بروح بشتري. فما بالكم لما تكون هي كولكشن إلها عملاها كولابريشن مع اوفرا. So definitely يعني I had to buy it. وما كان عندي أي شك بالبرودكت قديش راح أحبهم. وبس والله إن شاء الله يكون عجبكم هيدا الفيديو. وإذا بتحبوا هيك فيديوز يكون ريفيوز عن برودكتس زين بالسوق جديد حابين ورجيكم ياهم أعملكم first impression إلكم رأيي فيهم. بليز ما تنسوا تخبروني تحت بالكومنت سكشن بلو. وأكيد ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب لايك وشير على هذا الفيديو. بشوفكم على فيديوهات جديدة. باي جايز.